تطبيق مون هو حلقة الوصل بين التاجر والمستخدم. تبدأ رحلة التسوق على مون من عند التاجر. كل اللي عليه هو وضع منتجاته على متجره الإلكتروني في تطبيق مون. ومن التطبيق يختار المستخدم المنتج اللي يريده من المتجر. وهنا يأتي دور التاجر مرة ثانية في توصيل الطلب للمستخدم لباب بيته. وتنتهي رحلة التسوق بمكسب التاجر والمستخدم معا. تطبيق مون، 100 تطبيق في تطبيق.